معنا رئيس السفراء الجامعي العربي بلبنان وخبيرة التجميل رانيا عثمان. أهلا وسهلا فيك رانيا، صباح الخير. صباح النور لك ولجميع المشاهدين، يسعد لي صباحك ويسعد لي صباحك. رانيا، بالبداية قبل ما نغوص بموضوعنا، خبرينا كيف بلشتي بهالمجال وحققتي النجاح؟ أنا من بخعون الضنية، بلشت تقريبا من حوالي 19 سنة 20 سنة بهالدومين، فكان عندي حلم يكون عندي محل صغير. بلشت بمحل مترين بثلاث أمتار، هيك كان صغير كتير، فكان عندي طموح أوصل أكثر، فانتقلت من خلاله عبر خمس محلات كل مرة لمحل أكثر، حتى فتحت سونتر ببخعون الضنية وصارت كل العالم تعرفني من خلاله. وبعد فترة بس صارت العالم كلها تعرفني، فحبيت أن أقدم للناس اللي بتابعني كل شيء جديد، فنزلت على بيروت عملت ماستر، عملت دبلوم أخصائية ميك أب أرتست مع أسماء كتير مهمين، والحمد لله ثبتت اسمي بقوة. من بعد صار الكل اللي فتحي بطرابلس، ففتحت بطرابلس بال 2016 سنتر كبير، صارت الكل العالم تعرفني، والحمد لله هلأ انتقلت على سنتر أكبر لنقدم كل، يعني لكون عم لبي طلب كل الزبائن مثل ما بيحبوا. وشو الخدمات اللي بتقدميها بالسنتر؟ والاسعار يعني مقبوله نظرا لهالاوضاع او غلينا؟ لا، انا اول بالنسبه للاسعار انا الوحيده يمكن ما غليت، يعني انا عندي مبدا خاصه بهالاوضاع انه اربحي قليل اشتغلي كثير. ليه؟ لان العالم وضعها تعبان، وضعها متضايق، ما كل العالم وضعها مرتاح. وما بدنا نقعد بلا شغل كمان. ما بدنا نقعد بلا شغل، يعني بدي غلي بدي اقعد بلا شغل، كمان بكسي بالعالم. وبالسنتر عندي انا عندي ميك اب، عندي الهير الشعر، عندي النيلز، عندي تاتو، ليزر، الحمام المغربي، حجامه، حنة، سكين كير، كل هيدي القصص عندي. يعني السيدة بتفوت لعندك على السنتر بتلاقي كل السيرفيس او كل الخدمات اللي هي بدها بحاجة لهم. ايه، فانا مشان هيك لا، جمالك نعمة والاهتمام فيه واجبنا. رانيا عثمان بيوتي سنتر، فعندي كل شيء ممكن تعوزه. وحلو انه كمان رانيا يعني مثل ما بيقولوا طلعتي درجة درجة، يعني ايه، مرحلة بمرحلة. ايه، يعني انا حدا بنيت حالي بحالي، ما حدا ساعدني، ما حدا، يعني انا وثقت بحالي. كان عندي حلم بدي احققه وطمحت له ووصلت له، يعني صحيح تعبت شوي بس وصلت. فمن هيدا المنطلق بوجه لكل ست وصبيه، اذا عندك حلم ما توقفي عنده، يعني بلشي الخطوه الاولى. لو نحن بمجتمع نحن بمجتمع شوي بحبوك، يمكن الاهل بخافوا او لا ما ممكن ينجح ما ممكن كذا، بس توثقي بحالك وتبلشي باول خطوه اكيد بتنجحي. وما في شيء سهل، يعني النجاح منه ابدا ليل نهار شغل. يعني حتى انا يمكن كل يوم على فتره طويله من بخعون الضنية انزل لبيروت، فتخيل بدي كامل كل يوم انزل، يعني تقضي نهارك على الطريق بس يعني لتوصل. حتى انا عندي هدف بدي اوصل له، بدي اتخصص امشي فيه، والحمد لله انه قدرت وصلت له. رانيا، الى جانب يعني الاهتمام بالجمال للمراه، كمان تهتم كثير بالجانب الانساني وعروس الثوره، شو قصتها؟ لا خبك فيها، هلا في ناس كثير بيعرفني بالميك اب، بس يمكن المفارقه ان بيني بيميزني عن غيري ما انه الجانب الانساني. من فترة بوقت الثورة بلشت، بعيد الاستقلال عملت عروس للثورة، قدمت لعندي قالت لي أنا حلمي أعمل ميك أب عندك بس أنا ما قدرتي. أنا ساعدتها، قدمت لها كل شيء بعرسها، فكان عمل ضجة كثير كبيرة بطرابلس. كل شيء بعرسها؟ عملت لها كل شيء بس مع أصحابي، يعني قدمنا لها الزفة مع الفستان مع السيارة مع الأوتيل مع طقم العريس مع الكيك، العرس كامل كله قدمنا لي. فبترجع بتجي السائبة سناء الشيخ كمان عرسها هلا كان، فبتقول لي كمان رانيا إنه أنا ما حدا عم يطلع فيني. قلت لها انه تعي لعندي وما تعتلي هم كمان، فعملت لها عرسه وزفه مع الفستان من عند ستايل صاحبتي وزفه الملك. اني اصحابي دائما شو بتقولي رانيا فينا نساعد، بنوقف حدك. نحن حتى بطرابلس بس تلاقي حدا محتاج بتخبري اصحابك، الكل بيوقف حده، فهذا الشيء الحلو بمجتمعنا انه العالم تلتقى لبعضها. خاصه بهالظروف رانيا، وعن جد بعد في ناس بتعمل خير وبعد في ناس فيها خير وبتفكر بغيرها. هيدا الشيء عم بيخليني كثير قريبه من الناس والعالم تحبني اكثر الحمد لله. يعني بس انه انا انه طالما فيني ساعد ليش ما اقدر ساعد؟ يعني دائما بهيدا المجال بياخذوا العالم فكره انه يمكن يكون هالميك اب ارتست او الاسماء المشهورين انه شايفين حالهم. لا، نحن ما، انا كبرت بفضل محبيني وزبايني ورفقاتي وكذا، فانا فهيدا الجانب الانساني كمان بخليك يحبوك اكثر، تكوني انت على مسافه كثير قريبه منهم. ايه، هيدا الشيء. خلينا نحكي شوي عن اللقب اللي نلتيه رئيس السفراء الجمال العربي بلبنان. شو هاللقب؟ عارفين عليه اكثر؟ وهل من مشاريع وافكار كانت بعده؟
حخبك منظمة السفراء الجمال بالعالم البارون عباس المندلاوي هو رئيس السفراء بالعالم. كثير ما سمع عني وسمعوا أخباري، كنت أنا عم بشتغل مع الإعلاميين عن للمواطن دون طائفية عم نساعد كثير ناس، فقد ما عرفوا عني أنا فقال إنه أنت يعني بتستحقي هيدا اللقب، إنه هيدا بنعطى لناس بتستاهلها، مش حدا بيدفع مصاري ليشتري، فعطوني هيدا اللقب لإلي. ومن خلال أنا كمان كنت عاملة معبدين بطرابلس كثير كبار، فكان عندي مع إعلاميين فنانين، ف يعني أخذت هيدا المنصب عن جدارة. فاللي ناوي أعمله إذا الله بيريد إنه نحن لبنان بلد الجمال، فان شاء الله بس يفتح المطار ويرجع يهدى الوضع بدنا نعمل ايفنت كثير كبير خاصه بالجمال بالتنسيق مع الاعلاميه فاطمه داوود، اللي حنجيب فيه مشاهير من كل الدول العربيه مع يعني كيف بدي اقول لك، بس ما تقولي لي مسابقات جماليه لانه صاروا كثار. لا مش مسابقه جمال، لا نحن يعني نحن بننقي مثلا انا رئيسة سفراء الجمال، فيني عين شخصيات. انا ست سبع شخصيات من لبنان مثلا لسنه 2020، فبيشرفني على الهواء اعطيكي هيدا اللقب لك يعني. ميرسي كثير رانيا حبيبتي ساشا. فهيدا اللقب نعطيه للناس بتستاهله، فحنعمل حفل مع اهم الاخصائيين الميك اب بالعالم العربي وبالموضه، ونعمل المهرجان ببيروت ان شاء الله لنشوف انه لبنان كان ورح يبقى بلد الجمال. يعني ان شاء الله الظروف كمان بتساعدنا ان شاء الله، لانه عن جد كثير في عندنا افكار وفي طاقات، بس بدنا الظرف يكون مناسب وضع يعني البلد. ما انا دائما بحب انه نضوي على الطاقات اللي عندنا، بس انا عندي ايمان انه لبنان ان شاء الله حيرجع احسن مكان ان شاء الله. يعني ما حدا قبل الا نكون لبنان الاول بالدول العربيه ان شاء الله كبلد للجمال، كل العالم تكون الانظار عليه. طرابلس عندها حصه كثير كبيره بقلبك، خبرينا شوي عن المشاريع او خلينا نقول الايفنتس اللي عملتيها. اوكي، هلا انا طرابلس اوقات يعني بصير قصص بصير بدهم يلبسونا تهم ما نحن فيها، فطرابلس فيها النساء المثقفات الرائدات، فيها العالم المتعلمين يعني الاخصائيين اللي نحن بنشوف حالنا فيهم، فدائما بتلاقي انه عم نلبس تهم ما نحن يعني الشعب الطرابلسي خاصه يعني ما خصوا فيها. فعملت ايفنت انا طرابلس مدينه الحياه والجمال، ودعيت عليه الاعلاميين من كل لبنان، وكان معي فنانين كمان، عايد كان محافظ الشمال وكل شخصيات طرابلس المهمين. فعملت ايفنت كثير كبير وجبنا ملكات جمال وعارضات من كل دول العالم، عملنا جوله بطرابلس لنشوفين الصوره الحلوه عن طرابلس اللي نحن بدنا نشوفها للعالم. وقبل اخر سؤال رانيا، بتشتغلي ايضا مع الامم المتحده بدورات تدريبيه عندهم او حتى عندك بالسنتر، هل من دورات تدريبيه هلا ان شاء الله اذا رأي الوضع هلا فيهم؟ ايه اكيد. هلا انا الي من 2007 بعلم مع الامم المتحده، انا كمان بناس بجانب شغلي انا ناشطه اجتماعيه بشتغل على مشروع تمكين المرأة، فهيدا الموضوع بحبه انا كثير، يعني عاده بكون عم علم ميك اب بس بذات الوقت عم حفزهم كيف يبنوا شخصيتهم يبنوا حالهم، وكون انه ليكون انا بلشت من ولا شيء، يعني انا مثال قدامكم ليكون وين وصلت، بس انه الانسان بده يتعب ما في شيء بيجي هيك بالهين. فبشتغل كنت مع الامم المتحده بسنه 2017 اخذت منصب مديره الاعلام والاعلام بنقابه اصحاب بالصالونات، بوجه لهم تحيه جميعا. فكان فهيدا المنصب اللي اخذته كمان اشتغلت كثير عليه، ومن بعده صرت عم معلم انا بالسونتر عندي، بما انه صار عندي سونتر كبير وبعطي شهادات مصدقه من الدوله ورشات تدريبيه. رانيا شكرا لحضورك معنا، انبسطت تعرفت عليك، موفقه بكل المشاريع القادمه ان كانت تجميليه انسانيه المعروفه عنك. اهلا وسهلا، شكرا لك، يعطيك الف عافيه ويسعد مساكم ومسا المشاهدين. وصباحك ومساك وصباحك حبيبتي صباحك حبيبتي، يعطيك الف عافيه. فاصل علينا ونتابع، خليكم معنا.